تم العبد حفيظة فاعلة اجتماعية إعلانية رئيسة جمعية مؤسسة العديد كبير من المكونات. سؤال السي سعيد على الجواز العرفي. أولا الزواج العرفي ماشي جواز معترف به، هي لو تعددت الأسامي على الزواج، الزواج المسيار والزواج العرفي والزواج المتعة، وهذا كلهم غير أسامي محطوطة. أما هو الزواج الأصلي اللي كيحمي المرأة ويحمي وليداتها لجا، وباش يكون عندها التواريخ الزياد ديالهم، وباش يكون عندها الحالة المدنية ديالها ويكون معترف به قانونيا داخل الوطن الأم أو داخل بلاد الاستضافة. الزواج العرفي أو الزواج الفاتحة كما يسمونه بعض الناس راه موضوع شائك وموجود بكثرة هاد السنوات الأخيرة هنا في بلجيكا. بنادم هو خصو يتبع القانون ديال الدولة، ما كاينش زواج فاتحة في شي بلاد كاع في العالم كامل، ما كاينش زواج ديال الفاتحة. بالنسبة لك أنت واش دايز ولا ما دايز؟ كيفاش دايز ولا ما دايز؟ واش قانوني ولا ماشي قانوني؟ لا ماشي قانوني. أنا بالنسبة لي كل العصا في هذه القضية الطرفين تياكلوا العصا، الدراري الصغار الطرفين. أنا بالنسبة لي والدراري الصغار بالأخص. المرأة إلا تزوجت أصلا بلا حقوق ما غاديش تسنى الحقوق، هادشي اللي خصهم يعرفوه. كلهم اللي مجوج دابا، اللي مجوج هنايا بروكسل بالفاتحه يتزوجوا دابا بالحلال احسن، هو الحلال ما كاينش بحال الحلال. ماشي مساكين غيتزوجوا بالفاتحه وغيولدوا العواول والعواول المساكين ما عندهم لا الحاله المدنيه لا الوراق ديالهم لا الحقوق ديالهم. خصهم يفكروا دائما في العيال، ماشي يفكروا غير في راسهم. نتزوج بالفاتحه فرحان غتزوج بالفاتحه. دابا الفاتحه رجعت بحال واحد السهره بحال الفرحه ديالو. انا مجوجه من بالفاتحه، لا ماشي هيدا الحق. تزوج بالفاتحه ولكن تحلل. الزواج العرفي اذا لم يكن هنالك شيخ وشاهدين لا يعتمد كزواج شرعي. فإذا حصل أن كان هناك شاهدين وشيخ يقوم بزواج الزوج الامرأة مع ولي أمرها، حيث أن ولي الأمر يجب أن يكون موافق على هذا الزواج، فيكون شرعي. يكون شرعي. بالنسبة يعني ملي كيزيدوا الأطفال وكذا نورمالمون ما كيكونش عندهم حقوق أو لا ما كيكونش عندهم اسم موثوق باسم الأب والأم. يعني أطفال من الزواج العرفي هذا الشيء أكيد إنه لازم يكون مسجل كزواج، لازم يكون مسجل، يعني يجب أن يسجل في المحكمة المحكمة، أو زواج ينقل في بلجيكا كزواج مدني من شرعي إلى مدني. فذلك يأخذ الطفل حقوقه، إذا لم يكن كذلك فالطفل مسلوب الحقوق. لا انا ضد الفكره ديال الزواج العرفي اللي كيتم على طريقه قراءه الفاتحه. شنو هو السبب؟ السبب لانه انا ما غاديش ندخل في حلال وحرام، لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالشهود وبالفاتحه كان حلال. ولكن دابا السؤال اللي كيتطرح، علاش الناس مادام كاينه ادارات اللي وثقوا الزواج ديالهم اللي يحمي القانون ديال الاطفال والمراه والزوج، شنو هو السبب اللي خليهم يتزوجوا غير بالفاتحه ولا غير بالفاتحه؟ الوغ انت طبعا ما متفقش، غالبا كيكونوا اسباب، يا اما الراجل مزوج وكيقول للمراه الثانيه نتزوج بك بالفاتحه حيت الاولى ما قابلاش، فدائما هذا تهرب، يعني كيتهربوا من مادام المراه الاولى ما قابلاش، والا ما كاين اكيد كاين تما شي لعبه. انا ما قابلاش، علاش؟ انا بدي عندي 4 دراري، عندي ولد وعندي 3 البنيتات. الزواج العرفي ماشي قانوني، باسكو العواول غادي يضيعوا، الخلق ديال العواول شكون فاش غيتزموا، واش كاين حاله مدنيه ما كاين لا حاله مدنيه ما كاين والو. جو سوي توت افي كونتر. نو سوي توت افي كونتر. واش تقول للبنات اللي متزوجين بحال هكا؟ كيفو با لو فير، خصهم شي يقلبوا على نو نو، خصهم يحاولوا يعملوا داك الشيء حلال. هذاك الشيء ديال الفاتحه ما كايناش في الدين ديالنا، ما كايناش مره. حنا من النهار اللي كنخلقوا خلقنا وكنعرفوا جدودنا وهادي عندهم القاعده الصداق، عندهم داك الشيء باش يزموا وليداتهم في الحاله المدنيات وباش حتى الورث ديالهم ان شاء الله يكون لهم موافق. حنا ملي كتكون داك الشيء عرفي ما عندك لا حق لا بطل، ما عندك حتى شي قانون. نو ديزولي.
الشيء هذا ما جاي من الشرق، ما جاش من الغرب، من عندنا حنا يعني كما مسلمين، حنا مسلمين ما كنعترفوش بهالشيء هذا، يعني هالشيء هذا ما كاينش في الاسلام ديالنا. شنو كتنصح العيالات اللي مزوجينهم؟ شنو خصهم؟ اللي كنصحهم يمشيو يقلبوا على راسهم ويشوفوا يعملوا المسائل ديالهم، يعني اللي كيضر من هالشيء هذا كامل هو الاطفال، الاسره كضر، يعني الاطفال اللي كيبغوا يعملوا الواجبات ديالهم، راه من ناحيه ديال الحاله المدنيه، من ناحيه ديال الاوراق ديالهم، من ناحيه ديال فهمت الحقوق ديالهم كامله، راه ما كاين منا والو، يعني هما اللي كيضيعوا، هذا هو الاساس. العيال كيطلعوا معقدين يعني بزاف ديال الحاجات، يعني يعني ملي كيشوف القوانين ديالو ما كاين شيء، ومسائل كيمشي للمدرسه ما عندوش الواجبات بحال الاطفال الاخرين، هذاك راه كيطلع العقده في القلب ديالو. واش انت كتقبل واحد من العائله ديالك كما كان تقبل له هذا الزواج؟ جامي دلافي ابدا. دابا انا جاوبتك جواب اللي حيت انطلقت من نفسي. اوكي. كتعرف بان كاين بعض الفقوه هنا، الفقوها كيديروا هذه الاوبيراسيون، شنو تقدر تقول لهاد الناس اللي كيمثلوا واحد الشريعه؟ يعني اش من شريعه هذه يا استاذ سعيد؟ كاين ناس كاين بعض حرام صاحبي، ماشي غيزونابل، ما خصوش يكون هذا الشيء، هاد الناس خصنا نحاربوهم هنايا. ياك. خصنا نحاربوهم باي طريقه، لحقاش سوى زواج عرفي بحال قلتي زواج المتعه. حالا هو يدوز بغى ياخذ وحده الصباح ينوض يقول انت يقول لها هذيك حتى الطالق ما عندوش حق يقولها، حيت هي في الاسلام اذا قلتي ثلاثه المرات الطالق راه يعني قانونيا في الدين ديالنا هكاك، هو ما عندوش الحق كاع يقولها كاع، يقدر يمشي يخرج ما يطلعش يرجع ما يبقاش يعرفها كاع، وما عندها ما دير قانونيا، ما عندها ما دير، وخا تلاقى به برا كاع يقدر ينكرها. شكون انت اللي ما كنعرفكش؟ عندك شي دليل قانوني، شي حاجه قانونيه؟ لا الفاتحه ممكن انا نكون غادي في الزنقه نتلاقى مع واحد نقرا مع الفاتحه في الزنقه وتمشي معايا صافي، ما يمكنش، سي با ريزونابل سا في نظري، رايي.